مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. الله، حلو قوي يا فيه. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه على كل اهتمامك ده. على ايه يا وسيله؟ ما تقوليش كده، الاهتمام ده من جوايا. المهم انت احسن دلوقتي؟ شوف الشياكه في التفاصيل برضو، مش لممهم من جنينه بيتهم قدام عيني. وسيله، بقول بقيتي احسن دلوقتي؟ اه الحمد لله. اتفضل. شكرا. اتفضل. قول لي يا فايق، عملت لي ايه في موضوع شريف؟ الواد ده مش عاجبني حاله خالص. ليه؟ هو معصلك معاك ولا ايه؟ والله يا وسيله، واضح ان الضمير عنده عالي قوي، راكب دماغه مش عايز يقبل فلوس. بقيت مش عارف اعمل معاه ايه، وانا ما عنديش خلق ليه اليومين دول. لا والنبي يا فايق، تشتري له خلق؟ ده لو عمل اي حاجه ممكن يودينا في داهيه. اقول لك على حاجه، اعرض عليه فلوس زياده، يمكن فلوس مش مغريه انف. مش احنا اتفقنا ان كل واحد وليه تمن؟ يمكن هو تمنه غالي حبتين. وانا اللي هقول لك ولا ايه؟ مالك انت، هبطت مني ولا ايه؟ لا صحصح معايا يا فايق، احنا في يومين صعبين، قلق من كل حته. حاضر يا ستي، من عينيا، عشان خاطرك بس انا هحاول معاه تاني، واكيد هلاقي دخل اعرف اشده منها. قولي لي بقى، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. تشرب حاجه؟ تشرب. استنى، شكلك متغير يا نبيل. ايه انت تعبان ولا حاجه؟ جنبي وجعني قوي، وبعدين عندي صداع هيفرتك لي دماغي. لا الف سلام، هطلب لك دكتور. لا مفيش داعي دلوقتي، روح لوحده. طب يا بابا حبيبي، ممكن تروح البيت وانا اقعد مكانك عادي؟ يعني قعده البيت بتزهقني خالص. اعمل لي قهوه يمكن تضيع صداع. حاضر. استنى طار، ما تعملش حاجه. في ايه يا نبيل؟ ده تالت فنجان قهوه تشربه ساعه ما جيت. جرى لك ايه طارق؟ انت هتعد عليا القهوه؟ انا اشرب زي ما انا عايز يا اخي، ما امر غريب. انا خايف على صحتك مش اكتر. دي صحتي ملكي انا، ما حدش ليه دعوه بيها. طب خلاص ما تزعلش نفسك، روح يا طارق اعمل فنجان قهوه لبابا. خلاص مش عايز قهوه، ما تعملش قهوه، نفسي تسدد. استريحت؟ لو سمحت، انا اشتريت الكتاب ده امبارح من هنا، ممكن ارجعه واستبدله بكتاب تاني؟ لا طبعا مش ممكن. ليه بس حضرتك؟ والله النظام بتاعنا هنا كده، مفيش كتب بترجع تاني. ما انا ممكن اخد كتاب تاني مكانه. يا سيدي انت ما بتفهمش، بقول لك النظام بتاعنا كده. انت فاكرها ايه؟ مكتبة السعارة تاخد الكتاب تقراه وبعد ما تخلصه ترجعه وقت ما انت عايز؟ بس ده مش اسلوب بيع وشراء. والله يا طريقتنا كده لو كان عاجبك، لو ما كانش عاجبك ما تبقاش تيجي تاخد كتب من عندنا. يلا اتفضل، مع السلامة. خلاص انا بشحت منك. يا ساتر يا رب، ايه الناس دي؟ خلاص يا نبيل. يا بابا انا اول مرة في حياتي اشوفك بتكلم زبون كده، مالك يا حبيبي في ايه؟ انت فعلا بقيت عصبي جدا يا نبيل، عمرك ما كنت بتعامل الزباين كده يا اخي. جنبي بيوجعني قوي. مالك يا بابا؟ مالك يا حبيبي؟ جنبي بيوجعني. بصوا بقى يا رجاله، انا جمعتكم النهارده كده عشان ايه؟ اقول لكم ان الحمد لله ربنا كرمني بقى معايا فلوس، ماشي؟ وعايزكم بقى تقفوا معايا وقفه رجاله عشان ندخل بقى عالم الفن من اوسع ابوابه. كان فين الكلام ده يا عم طارق من زمان؟ ما انا قايل لك. بقول لك ايه يا ديدي؟ يطلع ايه عالم الفن ده؟ ده سؤال تساله يا بهيم. عالم الفن ده يعني الشهره، يعني النجوميه، يعني المزيكا، يعني الطرب. فهمت ولا عيد تاني؟ بقول لك ايه يا نحتاه، ما تغلطش، انا فاهمه يا طاير. يا عم اسكت، ده اللي سماك بهيم ظلم البهام كلها. تاني برضه بتغلط يا نحتاه. ما تسكت يا بيبي انت، هو بقى خليني اعرف اتكلم. قول يا نيكا. بصوا بقى، انا قررت اعمل البوم فيه مزيكا بجد، حاجه فن هادف كده يكيف الناس. بس ده مش لونك الحقيقي يا عم طارق. مين قال كده يا ابني؟ بالعكس، ده لوني من زمان، بس لولا يعني انا كان السلك ضاربني، يعني مش عارف افرض ذوقي. لكن انا من هنا ورايح اعمل اللي انا عايزه، هقدم فن محترم. طب طالما انت الجراءه واخداك كده، انا هسمعك اغنيه جديده لسه كاتبها. سمعني يا سيدي. اسمع بقى. اهرش لي في ظهري يا ابني، دي الاغنيه. اهرش لي في ظهري لحسن ايدي مش طايله، وبقولها مره واحده عشان ما بحبش المحايله. وعجمي. عجمك؟ الله يخرب بيتك على بيت شعرك اللي هيجيبنا ورا ده يا ابني. التحمر، بقول لك عايز اقدم فن راقي، فن محترم. ماشي يا عم طارق، ماشي. ما هي لامه تدعي له احسن من لامه تدي له. طب نت وانا هشتغل. انت تشتغل سواق بودي جارد، مع انك يعني شكل على الفاضي. عسل. واعملوا حسابكم انتوا الجوز، اساميكم الزباله دي لازم نغيرها.
ليه كده طارق؟ انت اسمك فكري بس. فكري بس؟ اه. طب وانا هتسميني ايه يا نخ؟ لا انت خليك بيم زي ما انت. انا وانت متاكدين انه الورقه دي مزوره مش كده ولا ايه؟ خسارة للحال اللي احنا وصلنا له بعد 10 سنين دي كلها. ايه ده انت ما بتنطقش ليه؟ استاذ نبيل بعد اذنك وقع لي هنا من فضلك. مدام سامية حضرتك كمان وقعي لي هنا بعد اذنك. التقرير ده هيخلص امتى؟ ان شاء الله اول ما التقرير يخلص هبعته على طول المحكمة. حضرتك محتاجني في حاجة تانية ولا ممكن استأذن؟ لا حضرتك اتفضل، مع السلامة. الا قولي لي يا ام ربيع. اه اكيد انت ما اتولدتيش اسمك ام ربيع، اكيد في اسم تاني حقيقي نفسي اعرفه. ليه يعني؟ عايز تعرفه ليه؟ مفيش حاجة، بس ام ربيع ده مكبرك وانت زغلولة صغنونة. اختي على الدلع. فنفسي كده اعرف الاسم ده عشان اناديلك بيه على طول، مبقاش في منه حواجز. ان شاء الله يخليك يا مجاهد. فعلا يا اخويا انا بقى اسمي الحقيقي احلى بكتير من الاسم اللي طول عمري بيندهوني بيه ده. هو مش قلتلك بس مفيش حد يعرفه؟ تلاقيش انت اللي هقولك عليه عشان تعرف معزتك عندي قد ايه. شوقتيني اعرف الاسم ايه قوي. اسمك ايه؟ ست ابوها. لا بجد بجد اسمك ايه؟ ما قلتلك ست ابوها. قلبي انا خلصت من امه عشان يطلعلي ست. اكني ما سمعتش حاجه ام ربيع، اكني ما سمعتش حاجه. ده رايي يا حبيبي، مش عاجبك ست ابوها ولا ايه؟ لا 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 عاجبني، ربنا ما يحرمنيش منك، بس احنا عايزين ندور على اسم دلع احسن. تصدق يا مجاهد مفيش حد طول عمري يدلعني خالص. ما انا موجود ليه في حياتك حبيبتي عشان ادلعك واشخلعك. بصي انت من هنا ورايح يبقى اسمك ريو، ايه رايك؟ رياو. حلو حلو قوي. حلو رياو صح؟ وانا بقى كمان لازم ادلعك. دلعي يا حبيبتي. مجاهد 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 يا ريعو. جوجو. هقولك يا جوجو. لا ما تكسفنيش جوجو، ده حلو قوي. ربنا يخليك لي يا حبيبتي، ربنا يخليك لي يا رب. ما انا لازم ادلعك وانت دلعتني وانا لازم ادلعك كمان. تصدق يا جوجو؟ اموري يا حبيبتي. انا من ساعه ما شفتك وعينيا وقعت عليك الدنيا بقى لها طعم تاني خالص. صدقني انت خدتيها من على لساني، انا كنت لسه هقول لك الكلمتين الحلوين دول بس انت خلصت كل الكلام. ربنا يخليك ليا رياو. ايه؟ عايز اقول لك على حاجه. مالك؟ مالك يا ولا بتترعش كده ليه؟ انا بحبك يا رياو. ايه؟ بتحبني؟ بحبك. يا خبر انت فاجئتني. ولا فاجئتك على حاجه، دي الحقيقه اللي كان لازم تعرفيها من زمان. وانا كمان القلوب عند بعضها يا جوجو. انت ما تعرفيش حالتي يا ام ربيع. انا في كلام كتير قوي عايز اقوله لك بس مش هينفع المكان ده، المكان ده مش مناسب. مفيش اي اي مكان كده نروحه اقدر افكلك بالكلام اللي جوه قلبي. يلا بينا يا اخويا، يلا بينا يلا بينا. ايه ده الولايه ما صدقت.